السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الناصر زيدان من مصر. يعني يمكن مصر كلها بتنتظر مباراة الترجي والأهلي غدا السبت بإذن الله تعالى. شايف معطيات المباراة على ملعب رادس إزاي، وكيف تتعامل معه، خصوصا إن في شوط تاني في مصر في ملعب السلام في القاهرة، ومين هم اللعيبة اللي بعينهم اللي حضرتك حاطط عينك عليهم في الأهلي وتعتبرهم مفاتيح لعبة مهمة لازم تقفل عليهم؟ والتشكيلة والفريق اللعب ليه في كل المباريات إن شاء الله شايف في الجيزوس في رفع الفار معناها محضرين، أكيد محضرين السيناريوهات كل، وأكيد كل فريق معناها مش يعطي أقصى ما عنده باش باش يوصل لهنا. الجزء الأخير تحضيراتك للقاهرة بعد المباراة هتكون ازاي، خصوصا ان كل المتابعين والمراقبين بيقولوا انه شوط اول والحسم سيكون في القاهره، توقعات يعني؟ احنا مازلنا ما لعبناش ماتش الذهاب، ممكن ماتش كبير انا بدي مازال فكر عليه، هو التركيز يكون على ماتش الذهاب ان شاء الله. بعد ما يقفل الماتش هذا عندنا الوقت باش نحضر ماتش القاهره ان شاء الله. ربي يجي نفسه يضربي، حضرنا كل كبيره وصغيره، درسنا الاهلي كما لازم، يضربي زوز فرق كتاب مفتوح يعرفوا بعضهم بيه. صح، كل ما يزيد باش نطبقوا التعليمات اللي اديناها من المدرب بتاعنا والمستشفيين بتاعنا، وربي يجيبنا في الصواب. وبالنسبه لنا دور التحضير يكون على ماتش الذهاب، مازال وقت مثل شكرا.